أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صوت الأرامل والأيامة وصوت الصيوخ والإسامة، أما سمعت صياح ونداء فاطمة العراقية التي تتكى جنبها قصاص الصليب؟ أمن يجيب نداءها ويسمع صياحها؟ لم يجيب على نداء فاطمة الفلسطينية وفاطمة الشيشانية وفاطمة الأفغانية. لن يجيب على نساء المسلمين. أما تبكيك مآسي المسلمين في الفلسطين وتايلاند والهند وأندونيسيا والصين؟ قسما وتشريد وحسك محارم فينا وكأس الحادثات رقاب. أطفالنا ناموا على أحلامهم وعلى نهيب الخالقات أفاطر يبكون كلا بل بكت أعماقهم ولقد تجود بدمعها الأعماق. أو ما يحركك الذي يجري لنا؟ أو ما يثيرك زرعنا الدفاق؟ أما قال ربنا وإن هذه أمتكم أمة واحدة؟ أما قال نبينا صلى الله عليه وسلم أننا كجسد واحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والصماء؟ والله لو استشعرت ما يجري حولك فلن تحتاج إلى كبير عناء حتى تبكي. فلا شيء يخفف من فرقة القلب مثل الدموع، دموع الذكر والشكر، دموع الخشية والرهبة، دموع الولاء والبراء، دموع الانتماء لهذا الدين العظيم. والله لو تفرح قلوبنا إلا إذا حذر أطفالنا وفك أطفالنا وخرج الكلاب من عراقنا ومن سائر بلاد المسلمين أذلة الفاقدين. كل عالم كل عالم كل أثير كل أثير. يقول محامي حقوق الإنسان فلا أدري أي إنسان يقصدون، يقول توم ويلنر الذي يتولى الدفاع عن بعض المعتقلين في معتقل غوانتنامو التابع للجيش الأمريكي أن موكليه من الشباب المسلمين تعرضوا لعمليات تعذيب واسعة سواء أثناء اعتقالهم في باكستان أو أفغانستان أو عقب نقلهم إلى معتقل غوانتنامو، شملت إهانات دينية مثل إلقاء المصاحف على الأرض ووضعها بالأقدام وإلقاؤها في المراحيض، وقاموا بحرق رؤوس الأسرى وشعر أجسامهم وصدورهم، وكانت الحلاقة تأخذ أشكال الصلبان. يقول ويلنر إن أكثر الأسرى تعرضوا للتعليق من اليدين وضربوا بسلاسل حديدية، وتعرض أكثر من واحد للتعليق في وضع مطلوب وضربوا حتى فقدوا الوعي وجردوا من ملابسهم وتركوا عرايا لفترات طويلة، وكانت الحارسات يتولين أكثر هذه المهمات، بل وتعرض أكثر من واحد منهم بالزوار والصدمات الكهربائية والتقييد بالسلاسل المعدنية في أوضاع مؤلمة ولفترات طويلة، بحيث يضطرون للتبول والتبرز على أنفسهم. وثبت الله حين أخبرنا عنهم وقال: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتعبى قلوبهم. وتعتقل أمريكا الظالمة ولأكثر من 3 سنوات أكثر من 600 مسلم من الشباب في ظروف لا يعلمها إلا الله، تحبسهم في حظائر الحيوانات دون أن توجه إليهم تهم ودون إعطائهم أي حقوق. ولقد سعت أستراليا فأخرجت أسراها، وسعت بريطانيا وفكت أسراها، ومن كان من الأسرى أمريكيا حولوه إلى المحاكم الأمريكية، وكل بكى على أسراه إلا أسرانا لا براكي لهم، إلا أسرانا
أبانا لا فواكه لهم. أين نحن من قوله صلى الله عليه وسلم: فك العاني فك الأسير إنهم ضحايا صمتنا؟ أين دعاؤنا لهم؟ أين دموعنا من أجلهم؟ أين مطالباتنا بفكهم؟ أم اشتغالنا بدنيانا جعلنا ننساهم؟ لكن وربي إن نسيناهم فإن الله لم ينساهم. اللهم فك قيد أسرانا وأسرى المسلمين، اللهم فك قيد أسرانا وأسرى المسلمين، اللهم فك قيد أسرانا وأسرى المسلمين، وردهم إلى أهلهم سالمين. كل أيام بيننا يا أبواب الخليل، كل عاني كل عاني كل أسير كل أسير. من كان يحب الله ورسوله فلا يبيت من الليل إلا هنا، فهو هنا لا يبقى سفيرهم، والسفير المصري ساعة واحدة في أرض محمد صلى الله عليه وسلم.